انطلاق فعاليات الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن، ووزير الخارجية يستعرض الموقف المصري تجاه التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط. غوتيريش يحذر من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح، ويؤكد أنه سيكون مدمر لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة ويحاصر أكبر مستشفى ما يزال يعمل في القطاع. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. حققت مصر نجاحا جديدا يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي من عام 2024 إلى عام 2026. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن مصر حصلت على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا للدول الأعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، ذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال. ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي كان آخرها خلال عامي 2020-2022. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في مدينة ميونخ الألمانية في الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن التي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 من فبراير الحالي. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على هامش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة. هذا ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدة دول، وفضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية. يجتمع سياسيون ومسؤولون عسكريون ودبلوماسيون بارزون من أنحاء العالم في ألمانيا، ذلك لحضور مؤتمر ميونخ للأمن. وتهيمن الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية على طاولة التباحث في المؤتمر، فضلا عن المخاوف بشأن الالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها. في وقت تضرب فيه الأزمات أماكن متفرقة في العالم وتعاني مناطق عدة من وطأة الحرب، يأتي انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن في أجواء مشتعلة. العدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة الأوكرانية يتصدران جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى قضايا الهجرة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، كما يتناول موضوعات مهمة مثل دور أوروبا في الأمن والدفاع والرؤى الجديدة للنظام العالمي والتداعيات الأمنية تغير المناخ. مؤتمر ميونخ للأمن تعقد دورته الحالية ما بين 16 إلى 18 من فبراير، ويشارك فيه سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وخبراء رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا والمتعلقة بالأمن الدولي. المؤتمر يشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسات الأمنية، كما يعد المكان الوحيد تقريبا الذي يجتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من ممثلي الحكومات، بما في ذلك الحكومات المعادية لبعضها وقادة وخبراء في الأمن معا. النسخة الجديدة من المؤتمر تتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على تأسيسه، ففي شهر فبراير من كل عام يجتمع كبار السياسيين من قارات العالم في ميونخ لحضور مؤتمر الأمن العالمي، حيث تم إطلاق المؤتمر في عام 1963، وكان يطلق عليه آنذاك اجتماع العلوم العسكرية الدولي، إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقا إلى مؤتمر العلوم العسكرية الدولي، واعتبر لسنوات مؤتمرا للدبابات والصواريخ المضادة. وبوصفه مؤتمر ميونخ للأمن، انفتح جدول أعماله أكثر على قضايا الأمن العالمي.
ومنذ عام 1963 يقام المؤتمر سنويا في شهر فبراير، إلا أنه في عام 2021 كان لابد من عقده بشكل رقمي بسبب جائحة كورونا. في ميونخ ستشعل الحرب من جديد نقاشات تدور منذ وقت طويل بشأن أسئلة مثل: إلى أي مدى ينبغي أن تعزز أوروبا قدراتها العسكرية؟ وكم يجب أن تنفق الحكومات على الدفاع؟ كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية بعيدة المدى للحرب على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة العمل على حل الدولتين وفق القرارات الأممية، مشيرا إلى أنه لا مبرر للعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأضاف غوتيريش في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن أنه يجب الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى الأهداف، مؤكدا على ضرورة العمل على خلق نظام عالمي أكثر شمولا وفقا للقانون الدولي. كما حذر غوتيريش من أي هجوم على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيكون مدمر لنحو 1.5 مليون فلسطيني. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة على أن العاملين بالمجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر، مطالبا بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة بشكل فوري. قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي إن تدفق اللاجئين الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى سيناء سيكون بمثابة كارثة. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن أوضح غراندي أن تهجير الفلسطينيين سيكون كارثة على الفلسطينيين وعلى مستقبل السلام في المنطقة. استشهد 4 مرضى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء. وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قرب نفاذ الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدج في المجمع الطبي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية. ونشدت المؤسسات الأممية كافة سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع. وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة، بلا طعام وبلا حليب أطفال، مع نقص حاد في المياه. We'll be right back.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول لمستشفى ناصر الذي ما يزال يعمل في قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال هناك مرضى ومصابون بجروح خطيرة داخل المستشفى. يأتي ذلك بعد عملية إسرائيلية أجبرت العاملين بمجمع ناصر الطبي على الخروج وترك المرضى. أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن القوات الإسرائيلية أجبرت الطاقم الطبي على الفرار من مستشفى ناصر تاركا المرضى وراءه. ودعت منظمة أطباء بلا حدود القوات الإسرائيلية إلى وقف هجومها على مستشفى ناصر في خان يونس فورا. وفي السياق شددت الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين مشيرة إلى عدم توفر مكان آمن في غزة. وأضافت الأمم المتحدة أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية و84% من المرافق الصحية في غزة قد دمرت أو تضررت بشدة. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 28,775 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر. وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى إصابة 68,552 شخصا، لافتة إلى وقوع نحو 112 شهيدة وإصابة 157 آخرين خلال 24 ساعة ماضية فقط. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الدولة الفلسطينية ليس هدية أو منة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل هي استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، ويعلن رفضه للاعتراف الأممي والدولي بها، ويطرح شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والفلسطينيين بهدف وأد أي جهود أو أفكار بشأن دولة الشعب الفلسطيني. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إن شن هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ستكون له تبعات إنسانية كارثية. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار العاهل الأردني إلى أن استمرار الحرب والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة سيؤديان إلى توسع نطاق الصراع، مشددا على أهمية استمرار دعم وكالة الأونروا. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على أن الأولوية المطلقة هي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. وخلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني، أكد ماكرون أن عدد الضحايا جراء الحرب في غزة غير مقبول، مشيرا إلى أن شن هجوم واسع نطاق في مدينة رفح الفلسطينية قد يشكل نقطة تحول في الصراع، لافتا إلى اشتراك بلاده في المخاوف المصرية والأردنية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من رفح. Je l'ai redit il y a quelques jours au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, une offensive israélienne à Rafah ne pourrait qu'aboutir à un... انطلق ماراثون من مصر إلى غزة الخيري تحت عنوان تضامنا مع أهالينا في غزة في محمية وادي دجلة بالمعادي، وبمشاركة عدد من الوزراء ونواب البرلمان والمسؤولين. ويأتي الماراثون الخيري كرسالة دعم من الشعب المصري للأشقاء في قطاع غزة.
من محمية وادي دجلة بالمعادي وتحت اسم Run for Gaza انطلق ماراثون لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية. الاحتفالية تضمنت تكريم المشاركين في السباق على أن تذهب عائدات الماراثون إلى أهالي قطاع غزة مباشرة من أجل إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع. ندعم أخواتنا، الناس بقى لها فوق 4 شهور بتتعذب دلوقتي، فحاجة بسيطة جدا جدا يعني إنها ممكن تتعمل، إن إحنا مجرد ما نجري وبالربح بتاع المسابقة إن شاء الله يعني ده يخف عنهم شوية. مشاركة اليوم كتير مهمة، لأنه خاصة أنه في كتير أجانب عم موجودين، فنحن كفلسطينيين لازم نكون حاضرين، وهيدا أقل شيء ممكن نعمله لنظهر تضامننا مع غزة ومع أطفال غزة ومع أهل غزة، مع كل شيء عم بيصير اليوم بغزة، كل هاي الأحداث المؤلمة والصور والموت والدمار والقتل، هذا أقل شيء ممكن نعمله. جئت للمشاركة بسباق 5 كيلومترات، وأتمنى أن يساعد هذا الماراثون الفلسطينيين عن طريق التبرعات التي قد تساعدهم فيما يواجهون من معاناة. أتمنى من ربنا أن ترجع فلسطين أحسن من الأول، وربنا ربي يرحم كل اللي توفى ويصبر كل واحد عايش، وربنا يرفع الكرب إن شاء الله. طبعاً السباق ده ليه أهمية كبيرة لإخواتنا في فلسطين، وإن احنا نساهم في أي حاجة ندعمهم بيها بأقل حاجة حتى لو كانت بسيطة، هي بتفرق قوي معاهم. بصوا، أولاً أنا فلسطينية من غزة، فأنا بقى سعيدة جداً بحدث رياضي كبير زي ده إنه يقام على الأراضي المصرية، وإن الناس كلها جاية مبسوطة وفرحانة وجواها طاقة إيجابية وطاقة أمل إنها جاية تساعد إخواتنا في فلسطين، فده شيء جداً يفرحني. إذن هي فعاليات تقام من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل أهمية الدور الكبير الذي تلعب المساعدات في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعونا فيها. هيئة بريطانية تعلن إصابة سفينة بهجوم صاروخي بالأحمر، وألمانيا توافق على المشاركة في مهمة أوروبية لحماية السفن التجارية. قتل 5 أشخاص من مقاتلي حزب الله وحركة أمل جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي نفذ عدة غارات على منازل في بلدات النقورة وجبل اللبونة وعلم الشعب وطير حرفة ويارين، ملحقا أضرارا جسيمة في الممتلكات والمزروعات. أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية أن سفينة تابعة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة اليمن، مضيفة أنها وأفراد طاقمها بخير. وفي غضون ذلك وافقت الحكومة الألمانية على نشر قوات مسلحة في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات قوات الحوثي، لكن تظل مشاركة برلين مرهونة بموافقة البرلمان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت انطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن إلى خليج عدن. أعلنت لجنة تحقيق روسية عن إطلاق تحقيق إجرائي في ملابسات وفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني في أحد السجون. يأتي ذلك بعد إعلان مصلحة السجون في منطقة يامالو نينيتس وفاة نافالني، مشيرة إلى شعوره بحالة من التوعك قبل فقدانه الوعي بشكل فوري، وفشل محاولات إنعاشه من قبل الطاقم الطبي.
وقع المستشار الألماني أولاف تشولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اتفاقية أمنية. ويزور زيلنسكي ألمانيا وفرنسا بهدف حشد الدعم والحصول على مزيد من المساعدات العسكرية مع اقتراب العمليات العسكرية الروسية من دخول عامها الثالث. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الغرب يراهن على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل الوصول إلى قلب روسيا. وقال لافروف خلال اجتماع عقده مع سفراء وممثلي الدول إن الاتحاد الأوروبي وضع توصيات لأوكرانيا تحتم الاعتماد على توريد الأسلحة بعيدة المدى من أجل الوصول إلى روسيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تفسر قوانين الأمم المتحدة كما يتراءى لها. أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أن القوات الروسية قصفت المنطقة 14 مرة خلال الساعات 24 الماضية. وقال ألكسندر بريكودين رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون إن روسيا قصفت خيرسون بنحو 50 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخص، موضحا أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة وقذائف الهاون. كما أشار بريكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون. نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن. إن تلبية مطالبكم واجب علينا، ولهذا نحن معكم اليوم نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات لكم، كما أن إدارة التجنيد والتعبئة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالعديد من المبادرات التي تقدم مزيداً من التيسيرات لأبناء الوطن. كما تضمنت المراسم عدداً من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر. الأول عشان كنت أطلع لابني شهادة أو معاق زي ده يطلع شهادة لازم يروح بنفسه منطقة التجنيد. دلوقتي القوات المسلحة مشكورة بصراحة، لا وفرت علينا حاجات كتير. الحمد لله سهلوا لنا كل حاجة، الحمد لله بركة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سهلوا لنا كل حاجة الحمد لله، نحمد ربنا وكل حاجة تمام يعني الحمد لله، ما كنتش متوقعة كده والله. وإدارة التجنيد ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ناس محترمة وناس كويسة كلها الحمد لله. تم عمل هذا الاحتفال الجميل الرائع
لتسليم الشهادات الخاصة بالمعافاة من التجنيد بعد المعاناة اللي كانوا بيعانوها أولادنا في السفر إلى القاهرة لتوقيع الكشف الطبي وتسلم الشهادات. هذا إنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر القوات المسلحة على التيسيرات اللي قدمتها لذوي الهمم على استلامهم الشهادة وعدم تعبهم في التجنيد وهنا وهنا، وآخر أحلى تيسيرات، وربنا يحفظهم لمصر يا رب تحت قيادة السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في التسهيلات اللي القوات المسلحة عملت يعني حاجة حلوة، إن شاء الله إن كل شاب من دولة استلم المعافاة في محافظته، فالحمد لله يسروا لنا الحال على كده، ونشكر القوات المسلحة وعلى رئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحفله بتاعت النهارده هم فخورين بيها قوي وفرحانين بيها وبيستعدوا لها بقالهم اكتر من شهر، عشان هم فرحانين باللبس بتاع الجيش بتاعنا وفخورين بجيش مصر وفخورين بسياده الرئيس ان هو دايما بيكرمهم ودايما فاكرهم في كل الاحتفالات بتاعتهم. حضر المراسم محافظ اسيوط والمنوفيه وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظتين. أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما ضاعفت الداخلية أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تم عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وكبار الموردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع بالتخفيضات المعلن عنها خلال المبادرة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. دائما بنشارك وزارة الداخلية في عمل مبادرة مميزة جدا في كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار مخفضة بتوصل ل 20 و30 و40% في بعض السلع، ودايما بتبقى كل السلع متوفرة بشكل كبير ودايما بجودة عالية وأسعار مميزة خلال الفترة دي. احنا عشان رفع العبء عن المواطن عملنا مكان في كل فرع من فروع سلسلة ماركت الفرجاني ومبادرة كلنا واحد، المكان ده فيه كل السلع الاستراتيجية اللي بيعوزها المواطن في داخلة رمضان. مبادرة كلنا واحد عليها يعني حمل كبير ان توفر سلع بكميات كبيرة، موجود معاك في كل مكان للقوافل في الشوارع في الميادين، هيبقى موجود معاك في القرى هتلاقي السيارات القوافل. اتفق الجميع على توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع بخاصة رمضانية منها تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وانطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي. ده واجب علينا كشركة مصرية وطنية، واجب كل الشركات ان هي تشترك في المبادرات اللي زي دي، واحنا دايما بنحاول نوفر يعني اعلى جودة موجودة في السوق المحلي بالنسبة لمنتجاتنا خصوصا الجبن والألبان والعصائر. ان شاء الله نشارك بمنتجات الرز ومنتجات المكرونة ومنتجات البقوليات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. حصل تنسيق لينا مع وزارة الداخلية في ان احنا نطرح السلع بتاعتنا وتحديدا منتج الفول، عشان حضرتك عارف ان احنا داخلين على موسم رمضان وهو من اكتر الاصناف اللي بتستخدم في رمضان. عقب الاجتماع بدأت المصانع المشاركة في هذه المرحلة الجديدة من المبادرة في إعداد كميات كبيرة من السلع بخاصة الأساسية منها والتي تتسم بجودة عالية وتؤكد على نجاح التصنيع المحلي في تحقيق الوفرة في المعروض الذي يلبي احتياجات المواطنين في أي وقت وبأي كمية خلال شهر رمضان والذي يشهد زيادة الاستهلاك من كافة أنواع السلع. بتقوم الشركة بالاشتراك في مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من 5 سنوات، وما زلنا متواجدين داخل جميع منافذ مبادرة كلنا واحد بنقدم مسلى وزيوت بأعلى جودة
وبأسعار مخفضة. يا بلادي روحي في داليكي، أقدم حضارات كانت فيكي، أنبياء وعاشوا في أراضيكي، محروسة يا مصر ومحمية. بنسعد باستمرارنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. نحب نطمن المصريين ونقول لهم إن البضاعة موجودة، الفول موجود، الرز موجود، كل حاجة موجودة، وكل حاجة هتقضي لشهر رمضان وبعد شهر رمضان. ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل في هذه المرحلة الجديدة منها إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً، بإجمالي 2148 منفذاً ومعرضاً رئيسياً وفرعياً وشادرا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية وجميع المنافذ والسلاسل التجارية والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. بتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة دي. دايما حريصين على المشاركة في المبادرة، ودي مش أول مرة احنا نشارك، احنا دايما بنفخر بمشاركتنا ودايما مؤمنين بدورنا المجتمعي. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة كلنا واحد عن طريق توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. تشهد مبادرة كلنا واحد تطورا ملحوظا، فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وهي تحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من هنا تتجدد المبادرة باستمرار لتتواكب مع المستجدات المختلفة من أجل توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة توزيع مواد غذائية ومعرض ملابس مجانية خيرية وأجهزة كهربائية بقريتين بمحافظة الإسماعيلية. وتأتي جهود التحالف وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، نظمت إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية لتوزيع مواد غذائية ومعرض ملابس مجاني خيرية بقرية الضبعية بالإسماعيلية. النهاردة بنتعاون مع التحالف الوطني في قرية الضبعية في عزبة الزمالطة، بنقدم وجبات سخنة، معرض ملابس أراجوز للأطفال، وإن شاء الله بنركب في كيلو 11 مجموعة من وصلات المية والعدادات للأسر الأولى بالرعاية. النهاردة إن شاء الله نازلين إسماعيلية، عندنا توزيع شنط غذائية وتوزيع أجهزة كهربائية، وعندنا وصلات مياه وحصص محو أمية وحفلات للبراعم، وكمان إن شاء الله عندنا إطعام. كما شهدت قرية الفردان توزيع أجهزة كهربائية وتوصيل المياه، حيث جاءت تلك الفعالية بمشاركة 80 من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. احنا النهاردة التحالف الوطني متمثل في جمعية رسالة بيقدم خدمات للمجتمع الإسماعيلي، منها توزيع شنط المواد الغذائية للأسر الغير قادرين بقرية الفردان، وتوصيل عدد وصلات مياه لبعض الأسر الغير قادرة برضو، وفي توزيع أجهزة كهربائية مثل ثلاجات وبوتاجازات ومراتب. جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تأتي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. خطة التحالف للحماية الاجتماعية تستهدف كذلك تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة وتقليل حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة وعدد من أعضاء بعثة الاتحاد في مصر. وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون وعقد اللقاءات الثنائية في إطار تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول السفير الأوروبي جهود التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات والمجالات المختلفة. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا لمناقشة ملفات الاقتصاد تحت عنوان التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري طموح وتحديات. ويناقش الصالون كيفية إيجاد حل للمعوقات الاقتصادية منها أزمة الدين. كما ناقش الصالون ضرورة أن تكون الأفكار الاقتصادية بالأرقام المتاحة ودراسة معدلات النمو الاقتصادي، كذلك توفيق أوضاع الاقتصادية الداخلية من خلال ضبط سعر الدولار وغيره. في مشروع بحثي في المقدمة قالوا أنه مشروع بحثي قامت به الدكتورة هبة على مدار عدة جلسات سمعوا فيها الأكثر من 140 من الخبراء والعديد من التوصيات اللي صدرت في هذا المجلد. الحقيقة أنه هو مجهود مشكور عليه مركز دعم واتخاذ القرار، لكنه يعني في كلام كتير نقدر نتكلم فيه لأنها طموحات كبيرة جدا. هو فعلا مشروع بحثي، ما نقدرش نقول عليه أنه هو وثيقة استراتيجية أو توجهات استراتيجية، لأنه هو بيحمل طموحات كبيرة جدا تحتاج سنين أكبر من الخمس سنوات أو ست سنوات اللي بتقول عليهم الوثيقة. لما نيجي القارن في الفترة من 2014 أو سنة 2014 هنلاقي أنه إجمالي الاستثمارات العامة كانت أغلبيتها تتخطى 60% أو الاستثمارات الكلية، أكتر من 60% منها لصالح القطاع الخاص. وإحنا بنتكلم في 2022 و2023 كانت نسبة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية، نسبة استثمارات القطاع الخاص كانت أقل من 24%، وإحنا عايزينها توصل ل 65%. إيه هو المنهج الفكري اللي أي دولة بتتخذه؟ إحنا عايزين إيه؟ يعني إيه دور الدولة؟ إيه هي عايزة إيه في الآخر من الاقتصاد؟ هي حياة كريمة للمواطنين، يعني عايزين معدلات تنمية كويسة عشان الناس تقدر تعيش حياة كريمة بأعلى درجة ممكنة وفق، وده اللي نحطه بين قوسين، الممكن والمتاح في اللحظة التاريخية الحالية. بحثت وزارة الصحة والسكان مع وفد الجمعية التركية لزراعة الأعضاء بالعاصمة الإدارية الجديدة سبل تبادل الخبرات بين المتخصصين في كافة التخصصات الطبية ولا سيما الرعاية الحرجة والعاجلة والتمريض. وشهد اللقاء مناقشة سبل التشارك في الأبحاث العلمية وتدريب الأطباء وبناء قدراتهم ووضع استراتيجيات موحدة وأطر منظمة مع وضع خطط زمنية لبدء العمل الفعلي. كما تم اقتراح تأسيس جمعية مصرية متخصصة في زراعة الأعضاء على غرار نموذج الجمعية التركية بما يعود بالنفع على صحة المواطن وينقذ العديد من الأرواح. نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية في مركز شباب أبو السيد، وتستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين، ذلك تحت رعاية المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة الطبية بالكشف على 1900 مواطن على مدار يومين ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية. القافلة تحتوي على العديد من التخصصات الطبية، البطنة، الجراحة، الأسنان، العظام، الأنف والأذن، الجلدية، تنظيم الأسرة، بجانب الرمد، جهاز أشعة، معمل دم ومعمل طفيليات، بوجود صيدلية تحتوي على عديد من صنف من العلاج بالمجان. يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى للمجمع الطبي تحت رعاية التأمين الصحي الشامل. We'll be right back.
وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة ومصطفى ميزان. شكرا لك يا سحر ناجي. شكرا لحكمة عبد الحميد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. تحرص الدولة على الحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي، ولذا تقرر إيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المنزرعة بمحصول القمح الاستراتيجي لحين الانتهاء من موسم الحصاد. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على محصول القمح من التلف أو الفقد، وذلك في مناطق التنفيذ مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى. عقد المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان استكشاف استراتيجية النجاح المستقبلية. تستمر فعاليات المؤتمر حتى 18 من فبراير 2024 ما بين محافظتي القاهرة والأقصر، وتناقش النسخة التاسعة من مؤتمر سيدات شركاء النجاح العديد من المحاور والقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعرض المؤتمر الحلول المناسبة لهم وكيف يتم استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال. النهاردة مهم جدا، وإحنا كبنك أوروبي بنساند المؤتمر ده بقالنا 9 سنين. أهميته أنه هو بيجمع نخبة من سيدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. النهاردة طبعا جاي في وقت مهم جدا، نحن بنمر مرحلة حرجة شوية، عندنا مشاكل كتير قوي اقتصادية وسياسية بنمر بيها، ولازم نساعد على قد ما نقدر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن هي دي اللي هتشد الاقتصاد، يعني هي الامل الوحيد دلوقتي في اللي بنسميهم الاس ام ايز، المشروعات الصغيره المتوسطه. دي مبادره من القطاع الخاص ان هو يسعى الى دعوه المجتمعات العالميه انها تشوف انجازات المراه المصريه ومستوى ثقافتها ومستوى مساهمتها في الاقتصاد المصري، وازاي نقدر نتعاون مع بعض ونوري صوره ايجابيه للسياحه والاستثمار والامان اللي البلد موجوده فيه. اختتمت فعاليات الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية بمحافظة الأسكندرية بالتعاون مع وزارة التخطيط الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب. تهدف الفعاليات إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات وتدريبها على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية، وقد أنعشت الأمال حيال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 0.5% لتبلغ ما قيمته 82.09 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما نسبته 0.54% لتحقق 78.75 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.51% لتصل إلى 2.72 دولار للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 95% لتسجل 1.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد البنك الإفريقي للتنمية في تقرير له أن الاقتصاد الإفريقي خسر قوته بسبب التضخم المقدر بنحو 17.8% وتباطؤ النمو خلال العام 2023، مشيرا إلى أنه لا يزال بشكل مرن. أوضح البنك الإفريقي أن التضخم ارتفع في القارة منذ بداية وباء كورونا ولا يزال مرتفعا بشكل متواصل، مما يهدد استقرار الاقتصاد الكلي. يتواصل إضراب جديد لمراقبي السكك الحديدية في فرنسا يستمر حتى الاثنين القادم، مما يثير سخطا واضطرابات في حركة القطارات، ويطالب مراقبو السكك الحديدية بزيادة الأجور. ما زالت الشركة وممثلون عن النقابات بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص. في وول ستريت لم تشهد المؤشرات الرئيسية بالبورصة الأمريكية تحركا كبيرا خلال التعاملات،
وذلك بعد صدور تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تضمن بيانات فاقت التوقعات وقوضت الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي. في هذا الإطار وفي هذا الشأن هبط المؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 0.6% وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.3%، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.3%. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في النشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع سحر وحكمة. شكرا لك مصطفى ميسار. اختتمت فعاليات الملتقى المصري الياباني الثقافي العلمي الذي نظمته جامعة أسيوط بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة. وأقيم الملتقى بمشاركة وفد السفارة اليابانية والمؤسسة اليابانية بالقاهرة ومؤسسة الجايكا. وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي على سعي الجامعة لنقل الخبرة والتجربة اليابانية داخل مصر من أجل تقوية الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا اليابانية. وأكد الوفد الياباني على تميز العلاقات الثنائية المصرية اليابانية متمنيا زيادة عدد الطلاب والباحثين المصريين الوافدين للدراسة في اليابان. النهاردة اليوم الثاني على التوالي امتداد لليوم المصري الياباني العلمي الثقافي. الفورم دي عندنا في جامعة أسيوط وهي معنية بتعاون ما بين جامعة أسيوط والجامعات اليابانية. احنا لينا عدة اتفاقيات مع الجامعات اليابانية. النهاردة في وجود الوفد الياباني وبحضور ممثل عن السفير الياباني بيتم عقد عدة مناقشات، والهدف منها عرض المنح اليابانية لطلابنا طلاب الدراسات العليا أو الباحثين عشان يلتحقوا بمنح يابانية. طبعا ده بيأتي في دور تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي بين الجامعات المصرية وعلى الوجه الخصوص جامعة أسيوط والمنح اليابانية المقدمة للجامعات اليابانية. والنهاردة عاملين برضو لليوم الثاني الملتقى العلمي الثقافي زي ما قلت حضرتك، وده هدفه تعظيم دور التعاون الدولي بيننا وبين الجامعات اليابانية. بنوقع بروتوكول مع جامعة أسيوط في إطار تكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الإشعار من بعد، ودي أحد التكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها الهيئة والتي تساعد فيها جامعة أسيوط على بناء الكوادر البشرية والمقومات البشرية في تكنولوجيا الفضاء وفي تطبيقات الإشعار من بعد، وكيفية استخدام التحول الرقمي والمعلومات من الأقمار الصناعية في خطط التنمية وفي مساعدة المجتمع وفي تنفيذ مشروعات ومبادرات رئاسية. قدمت امبارح برزنتيشن بتاعتي عشان اقدم واقدم عن مؤسسة اليابان بالقاهرة. مؤسسة اليابان تعمل كثيرا من البرنامج عشان لتعزيز علاقة بين مصر واليابان، وتحدثنا مع أساتذة هنا في جامعة الأسيوط كيفية تعاون أكثر في برامج تبادل ثقافية، وإن شاء الله إحنا هنعمل إيفنتات كتير أكثر من الآن في هنا في أسيوط إن شاء الله. اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أحد أهم المهرجانات السينمائية في القارة السمراء، فعاليات دورته 13 بحضور نخبة من النجوم والمبدعين من مصر وأفريقيا والعالم. وشهدت الدورة التي تحمل اسم المخرج خيري بشارة عرض أكثر من 100 فيلم في مختلف المسابقات والأقسام، وتنوعت بين الروائي والوثائقي والقصير والرسوم المتحركة. في إطار القوة الناعمة لمصر خاصة في القارة السمراء، يأتي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي يستضيف سنويا نخبة من نجوم الإبداع من مصر وأفريقيا والعالم. المخرج خيري بشارة كان صاحب الدورة 13 من المهرجان، والتي أزلت أستارها بعد عرض أكثر من 100 فيلم تنوعت بين الروائي والوثائقي والقصير والرسوم المتحركة.
واقتنص الفيلم السوداني وداعا جوليا من إخراج محمد كوردفاني جائزة أفضل فيلم. كما شهد حفل الختام تكريم شخصيات فنية أثرت في السينما الأفريقية والعربية، من بينهم الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والفنانة تيسير فهمي، والفنان لطفي لبيب، والفنان أحمد عبد العزيز، وغيرهم كثير. شاهدنا هذه الأفلام الرائعة والجميلة جدا، لأننا كنا نجهل حقيقة العادات والتقاليد ديال إخواننا وأشقائنا الأفارقة، لم نراهم ونشاهدهم إلا من خلال الأفلام السينمائية ومن خلال المهرجان. دورة لدورة في تقدم، لأن من يوم ليوم في حاجات جديدة بتطلع وأفكار جديدة بتطلع، وتضامن الشعوب الأفريقية حاجة عظيمة جدا، تنوع الثقافات، تبادل لغات، أفكار، كل حد عنده الثقافات بتاعته وبلد عنده، وكون ان هو يتعامل في الأقصر، هو لازم يتعامل في الأقصر لان احنا قلب افريقيا، يعني احنا لازم يتعامل في الأقصر. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مهرجان كبير جدا، ونحن سعيدين باننا شاركنا فيه، وليس الفوز فقط، للموضوع ما فوز او غيره، كل من يشارك او يشاهد في مهرجان الأقصر هو فائز بشكل او اخر، لأنه دي القوة الناعمة اللي نحن عايزين نحرك بها أفريقيا نحو الأمام. يعني فلسطين والسودان الباكيتان لم تغيبا عن منصة مهرجان الأقصر، الذي أكد القائمون على تنظيمه عن تضامنهم مع أبناء الشعبين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها. وجاءت رسالة التضامن قوية من أرض الأقصر بأن السينما لا تزال وسيلة للتواصل والتعبير، بل والتغيير. ومن مهرجان الأقصر إلى نهاية نشرة السادسة، وتذكير بأبرز العناوين. انطلاق فعاليات الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن، ووزير الخارجية يستعرض الموقف المصري تجاه التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط. غوتيريش يحذر من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح، ويؤكد أنه سيكون مدمرا لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة ويحاصر أكبر مستشفى لا يزال يعمل في القطاع. إذن انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء، في أمان الله.